يلا حنروح لمحطة نفسية مهمة جداً، حنحكي فيها عن مهارات التواصل وبالأخص في مرحلة الطفولة اللي هي تعتبر أساس لطفل بطريقة اكتشافه يمكن ما حوله وأيضاً تعامله مع أقرانه ومع المجتمع بشكل عام. لأي درجة ممكن الأهل يساعدوا ببناء مهارات التواصل الاجتماعي أو غيرها من التفاصيل اللي هي ممكن تعطيه يمكن قدرة هايدي على أنه يكون فاعل حتى من هو وصغير بحياته؟ أكيد سلمى، يعني من أهم المهارات يلي لازم يتعلمها الطفل هي مهارة التواصل مع الآخرين ليكون أكثر اندماج بالمجتمع وليقدر يتواصل بشكل طبيعي مع أهله ورفقاته وأقرانه بالمدرسة. طبعا إذا تم تدريب الطفل على هي المهارة بشكل صحيح رح نشوف منه بالمستقبل إنسان متحدث جيد قادر أنه يحاور ويناقش بكثير من الأمور. لكن سلمى بالنقيض ممكن نشوف أطفال انطوائيين ما بيحبوا يحكوا مع حدا، يلعبوا لحالهم منعزلين، هون ممكن نسمي هذا الطفل عنده اضطراب بالتواصل. نتعرف أكثر مشاهدينا على أعراض الاضطراب التواصل ومشاكل التواصل عند الأطفال وكيف يمكن أن نساعد الطفل على اكتساب مهارة التواصل الفعال. كل هي التفاصيل مع ضيفنا السيد أحمد يوسف وهو اختصاصي نفسي وتواصل. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا رب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد، يسعد صباحك. يعني موضوعنا اليوم عم نحكي فيه عن التواصل الاجتماعي للأطفال، يمكن كتير ناس بيهملوا هذا الموضوع، بيقولوا عادي المهم أنه هو بيعرف يقرأ وبيعرف يتعامل وبيتعرف على الأشياء، وبينسوا أنه في مهارة مهمة جدا أنه هي كيف يتواصل الفرد مع عائلته ومن ثم خليني أقول المدرسة الحضانة إلى ما ذلك. خلينا نقول شو هي مهارات التواصل لازم نبلش ننمية عند الأطفال وبأي سن؟ أول شيء صباح الخير، يعطيكم العافية. يعافيك. هلا مبدئيا الإنسان هو كائن اجتماعي، يعني كائن بحاجة دائما أنه يتواصل مع الآخرين، يتفاعل معهم، يحكي معهم. طبعا هاي المهارات كلها لحتى يقدر الطفل أنه ينميها بحاجة لأسرة تدعم هذا الموضوع. المهارات الأساسية اللي لازم الطفل أنه يحكيها أو عفوا تكون موجودة عنده هو مهارة الكلام، اللغة، مهارة التواصل البصري، مهارة استخدام هاي اللغة أو التواصل البصري صح بالمواقف الاجتماعية بالأسرة أو بالمدرسة، يعني يفهم لغة الجسد، يفهم لغة العين، يفهم الإيماءات اللي ممكن توصل له بطريقة غير مباشرة من الآخرين. هذا الموضوع بشكل له شيء له علاقة بالآداب الاجتماعية أو شيء له علاقة باللغة الاجتماعية، نحن بنسميها بعلم التواصل البراغماتيك، يعني أنا كيف وظف اللغة بطريقة صحيحة اجتماعيا، سواء اللغة المنطوقة اللي عم نحكيها أو اللغة اللي لها علاقة بلغة الجسد والإيماءات اللا لفظية أو الغير لفظية. هاي المواضيع كلها الطفل بيكتسبها بالدرجة الأولى من أسرته بأول 3-5 سنين، بيكون أسس كتير مهمة على المستوى الاجتماعي والنفسي واللغوي حتى يقدر يوظفها بعدين بالمواقف الاجتماعية وتخليه إنسان بالفعل إنه مثل ما حكيتوا أنتوا إنسان قادر يتفاعل، قادر يكون متواجد حاضر ومشارك بكل الظروف أو المواقف اللي بيكون موجود فيها داخل الأسرة أو خارجها، بالمدرسة، بالحارة، بالنوادي اللي عم يرتادها. تمام، يعني اليوم في مهارات كثيره ممكن الطفل تكون موجوده عنده فطريا او مكتسبه، لكن اليوم حابين نتخصص اكثر بمهاره التواصل الاجتماعي، الكلام مع الاشخاص المحيطين يلي حوالينا مع اهله مع اقرانه مع رفقاته، كيف ممكن ننمي هي المهاره؟ هلا بالدرجه الاولى النموذج الجيد او النموذج السوي بنسميها الموديلينج، يعني انه الاهل يكونوا بالفعل نموذج صحيح لاطفالهم. الأهل اللي بيتواصلوا بشكل مستمر مع أطفاله بيوصلوا لهم رياكشنات، بينموا عندهم شيء اسمه الذكاء العاطفي أو الانفعالي، بيصيروا هن يفهموا أنه هذا الموقف بيطلب أنه أنا أكون سعيد، رح أكون مبسوط بطريقة لبقة أو بطريقة صحيحة. لما بيكون هذا الموقف مثلا في حزن أو في لا سمح الله عزاء أو كذا أو هيك، الطفل بيعرف بيكتسب من أهله أنه هن شو الطقوس تبعها. هاي تواصل اجتماعي كتير دقيق، هون الطفل وظف الشيء اللي اكتسبه او اللي شافه من اهله بمواقف عمليه وفعليه على ارض الواقع، فبالتالي النموذج السوي من طريق الاهل هو اللي الدرجه الاولى لحتى يكتسب. الام اللي كثير صوتها عالي رح تكون الطفل عندها رح تتواصل مع الاخرين بصوت عالي، لانه بالنسبه لها هي الصح، ومو بس هي الصح، هي الوحيده اللي كثير عم تتشارك معها لحظات حياتها. الاب اللي كثير مثلا بيضل متوتر كمان رح يعكس هالموضوع على رياكشنات ابنه، على ردود فعله، بيصير طفل ضعيف. فهالمواضيع كلها بالنهايه رح تاثر بدرجه او باخرى على موضوع تفاعل هذا الطفل، تواصله مع الاخرين، هل هو بالفعل قادر انه يكون واثق من نفسه لما بيكون في تجمع. طبعا نحن هون عم نحكي صرنا بدايه اعراض اشكاليات نفسيه واجتماعيه مثل القلق الاجتماعي، مثل الخوف من التحدث امام الاخرين، قلق الكلام والى اخره.
فقديش مهم انه نحن نكون كأهل او كوالدين نموذج صحيح لأطفالنا، وتحديدا مهارة التواصل لا تعلم وانما تكتسب. يعني انا ما فيني احكي لابني انه اليوم انت بدك تكون فعال بالمدرسة، ابدا. انا بدي اعلمه انه لما يروح على المدرسة شو يعني الاستاذ، شو يعني يكون مثلا ما يتنمر على رفقاته، شو يعني يكون لما بده يشارك يستأذن، لما بيكون عم يلعب يفهم انه انا دوري وانا دورك. هاي هي المهارات، هاي بشوفها وبكتسبها عن طريق الاهل، ولا تعلم بقدر ما هي تكتسب. اكيد. بما انك حكيت استاذ احمد عن انه قد ايه هي العائله ممكن تكون قدوه، قد ايه هي ممكن تغير من محور حياه الطفل وطريقه تعامله مع المجتمع، في كثير عائلات بتحاول انه انا بدي اقوي شخصيه الطفل وطريقه تعامله، فبتصير بتجره على صفات ممكن مع الكبر تصير صعبة التخلص منها، مثل الأنانية، مثل للأسف أحيانا بنقول أسلوب وقح أو سيء بالتعامل. صحيح. خلينا نحط هيك خطوط فاصلة بين أنه أنا أقوي شخصية طفلي وبين ما أنا أحرفه بالسلوك. لحتى نبلش صح، إذا بدنا ننصح الأهالي كلهم مني وجر، لحتى نبلش صح أنا لازم أفهم ابني اللي عمره 5 سنين، اللي عمره 7 سنين، اللي عمره 13 سنة، اللي هو أعرف مطالب النمو بهاي المرحلة، يعني شو المتوقع من الطفل والشي اللي موجود عند ابني. الدراسات حتى الانترنت معبى صار بفيديوهات وبكذا، المهم نروح على المصدر الصحيح ونعرف بهاي المرحلة عم يمر فيه ابني أنا شو متوقع منه وشو أنا إذا بدي طوره لوين ممكن وصل. لما بعرف مطالب النمو بفهم إنه أنا ما لازم أقفز فوق هالمرحلة هي اللي هي عندها، أو الطفل بيكون عنده قدرات معينة لما بنحمله أكثر من طاقته أكيد رح يكون في رد فعل عكسي. بمعنى الطفل اللي عمره مثلا 6 سنين وصار يبكي بالمدرسة، أبوه أحد الآباء بيخبره إنه أنت مانك زلمة. طب طيب هل يا ترى كلمة زلمة مقترنة بعمر 7 سنين؟ حتى ما رح يفهم شو قصده بالكلمة. علما أنه هي ثقافة شعبية، يعني إحنا بنعرف أنه بنعلم الطفل أو حتى بنخبره أنه أنت ما أنك زلمة، ما صرت شاب ليش عم تبكي. مثلا البنت اللي مثلا تكسر لعبتها عمرها 5 سنين بتخلي الأم أنت صبية ليش عم تساوي هيك؟ او عم تركض بالشارع. بمعنى انا الام هون ما الام والاب ما فهموا مطالب النمو تبع عمر الطفل. هذا العمر عمر لعب، عمر اكتشاف الاخر، عمر اكتشاف العالم، عمر تجربه شو انا ممكن يطلع مني كطفل. يعني هذا الشيء بيكون فطري عند الانسان، شوي شوي بيصير يطوره وينميه، بس بده يكون تحت رقابه اسريه صحيحه. فلما انا بقفز فوق هالمرحله النمائيه انا بكون عم حمل الطفل فوق طاقته، وبكون ما عم بحترم انه هو عنده قدرات معينه، ولما بيتجاوزها رح يعطيني رد فعل عكسي. انت حكيتي انه كثير من الاطفال لما انا بنمي لهم انا عندهم بضخم لهم اياها، بقول ان مثلا رفقاتك بالمدرسه احسن واحد، انت احسن واحد، رفقاتك مثلا بيجيبوا 9 كسلانين، وكثير بنسمعها انه ما تحكي مع هذا دائما بيجيب 7.8 من 10 نفترض. فالطفل صار عنده لا شعوريا تغذى عنده شعور انه هو او الناس المحيطين فيه تمام هن اقل منه. كبر وصار عنده هاي الانا المتضخمه، وبرعايه الاهل وبتعزيز منهم. فانت بلشتي تفوتي بمطارح بدك يصير في تدخلات نفسيه لاحقه اذا انا ما بالفعل علمته انه هو يكون تواصله فعال معهم، يعني يحترم انه هو اذا جاب هو 10 وكمان 7 ممكن يصير بعدها يجيبها 9 وممكن يجيبها 10. بمعنى اني انا كل طفل عنده قدرات، بجوز هذا الطفل اللي انت عم تقول جاب 7 يكون هو اشطر منك بكره القدم. نحن ما بنجاهر فيها الاهل الطفل، بس بنحكيها مع الاهل انه ما تركز على ميزات ابنك وتلغي ميزات الاخر بحجه انه انا ابني احسن. كلنا بنتمنى انه اولادنا يكونوا احسن شيء، واهالنا يتمنوا انه يشوفونا احسن شيء، بس ولكن كثير مهم اني انا انقل ثقافه احترام الاخر وتقبل الطفل للاخر، لانه هي اساس ولب التواصل الفعال فيما بعد. تمام. حتى الانسان الناجح اذا ما تقبل نجاح غيره ما راح يقدر يستمر ويكون عنده هذا الشغف. تمام. بنفس الوقت يعني يوم كثير من الاهالي بيتركوا اولادهم فتره طويله على وسائل التواصل، على الكمبيوتر، على اللابتوب، ممكن يعني بهي الحاله هو يدمن على لعبه معينه او برنامج معين ويسبب انعزال وانطواء للطفل، كيف ممكن نتعامل اليوم مع هي الفئه من الاطفال؟ الفئه هاي مو هي بدها المعامله بدها الاهل. انا دائما بحكي شغله انه نحن لما بنعطي الطفل الموبايل او بنتركه على اليوتيوب او بنتركه على وسائل التواصل، انا عم بخلق انسان الي وليس طفل ذو احاسيس ومشاعر. بيكون عنيد يعني هون، بيكون عنيد، بيكون ما بيتواصل عن طريق العين، وهذا موضوع مع الوقت بسبب مشاكل كثير. بيكون في عنده قله تركيز، بسبب له احيانا فشل اكاديمي بالمدرسه لانه ما عم يركز، ما في خلص، هو متعود على المتعه اثناء البصر، لما بيروح على الصف بيلاقي سبوره وشرح وكذا
ما رح يطول باله كتير، بيكون في عنده سلوك زائد لأنه عم يخزن كل هالحركات اللي عم يشوفها، بيكون طفل دائما عم يدور على شيء، بتحسي إنه لا تواصل بصري ولا الباكج لشخصيته كاملة مستقرة، لغته بتكون معنا سليمة، بيكون ما بيعرف يستخدم التنغيم بصوته. ونحن بنعرف إنه مع الوقت أهم مهارات التواصل مع الآخرين التواصل البصري، وإني أعرف أنا نغم الصوت، لأنه هي تنغيم الصوت وحركة الجسد هي بتتصدق أكثر من الكلام. مع الوقت الطفل بيكتسب هذا الموضوع، فأنا أودردي لما عم بعطيه للطفل كل هذا أنا عم بخلق منه بني آدم بعيد عن المجتمع، بني آدم غير فعال غير حاضر، وبيكون حتى التكيف مع الآخرين تكيف كتير فيه إشكاليات، ممكن يكون تكيف سلبي. يعني هو ما بيتقبل انه يكون ضمن مجموعه رفقاته غير اذا كان هو البوس تبعهم او المركز، او ما بيتقبل يكون بعلاقه غير اذا كان هو الانسان اللي عم مشي هالعلاقه. وشوفوا هالموضوع لبعدين قديش بيعمل مشاكل حتى بدراسته، يمكن وبدراسته بيكون مثلا ممكن هو غير انه مشاكل التركيز والانتباه وكذا، هو حتى بيكون غير قابل انه يتعلم عن طريق الاستاذ، ممكن يتعلم عن طريق الانترنت او عن طريق اليوتيوب لانه هذا متاح بالنسبه له. فنحن عم نحط ابننا بصراع كثير كبير وغير قادر انه نتعامل معه كطفل اذا ما تعاملنا مع نفسنا كاهل. فالشغل هون بيكون مع الاهل يعرفوا يعملوا اعاده اداره لطريقه التواصل والتفاعل مع ابنهم. طيب استاذ، يعني هون يمكن شوي بتكون المهمه صعبه، خصوصا لما عم نقول انه نحن عم نتعامل مع الاهل نفسهم. كان قد ايه بيورد معك حالات في اهل اساسا ما بيعترفوا انه في مشكله صحيح، او بيعتبروا انه هذا اسلوب تربيه صحيح وانه هن ناجحين مثل ما كانوا اهليهم ناجحين وقبلهم وقبلهم وهيك تربينا؟ يعني بنسمع عن هذا الشيء انه العالم هلا مزودتها زياده على الانترنت وعلى السوشيال ميديا، كنا ناكل ضرب صاروا هلا صاروا عم ياخذوا ويطلعوا مفاهيم جديده بالتربيه، لكنا تربينا زمان وما احلانا. قد ايه بتواجه هذا الشيء؟ كثير، دائما بشغلنا بميدان بالميدان النفسي او التواصلي بشكل عام بيكون احنا الاشكاليه تبعنا انه نوصل للاهل فكره انه هذا الوقت غير وقت اللي نحن تربينا عليه. بمعنى نحن من 20 سنه ما كان في موبايل، بس ما كان في فجوه العصور كلها دائما. تمام، كان الطفل بالفعل لما ينزل على الحاره لحاله يتعلم كيف يلعب الدور، يعني بيت بيوت ولا كره قدم ولا كذا، انا بعرف انه دوري بالطابه، بعدين دور رفيقي، بعدين دور كذا. يعني كنا نتعلم قواعد التواصل الاجتماعي بطريقه اجتماعيه صحيحه بالميدان بالمواقف نفسها. حاليا نحن احيانا من خوف الاهل على الطفل عم نجيبه من الحاره نحطه بغرفه نعطيه الموبايل، وهون انا بكون حرمت الطفل من الميزه الاساسيه، مو الميزه حتى الصفه الاساسيه لأننا كبشر اللي هي نحن ناس اجتماعيين. ثاني شغله، الظروف اللي نحن فيها حاليا الطفل عم يتعرض لكميه كثير كبيره من المثيرات، يعني الصوتيه البصريه اللغويه، حتى يعني عم نشوف اجتماعيا ما في الزيارات، ما في الرحلات، ما في اللي كانوا يسووا الاهل يوم الجمعه او بالعطل. فطفلنا نحن عم نقوقعه بالبيت، الاهل لحتى يحسوا انه ابنهم عندهم مشكله بده بلش الطفل يقول لهم لا، يعني الطفل بلش يقول لهم لا على شيء يعاندهم يرفضهم او يرفض اسلوب تواصلهم معهم، هون الاهل بحسوا انه هن صاروا مشكله. طالما الطفل تحت عمر 5 سنين عم يقول اوكي وعم ياخذ الموبايل وعم يسكت، هون الاهل ما بيحسوا بمشكله. في احدى الامهات خبرتني انا ما حسيت انه ابني عنده تاخر باللغه لانه كل الوقت كان هادي ورايق. قالت لها طب كيف كان هادي ورايق؟ قالت لها الموبايل. يعني هو على الموبايل كان، وشيء طبيعي انه الطفل كل وقت على الموبايل بالفعل كان كل وقت عم يتفاعل بصريا، تأخر اللغة، راح عمر الاكتساب الفطري للغة، ما عاد قادر يوظف هاي اللغة ضمن مواقف اجتماعية صحيحة. فنحن هون شغلنا بده يكون مع الأهل، وممكن يكون أصعب بس هو الأجدر إنه نبلش فيه، هو الأحسن واللي بيعطي نتائج أفضل، لأنه أنا لازم أشتغل مع السبب وليس مع النتيجة. ما الطفل هون هو نتيجة لتواصل غير فعال أو تواصل غير سليم أو تربية غير سوية من قبل الأهل، فأنا لازم أتصرف مع الأهل بالدرجة الأولى لحتى آخذ النتيجة المقبولة عن طريق الطفل نفسه. طيب يعني أحمد، اليوم أغلب الأطفال بنلاحظ عليهم إنه ممكن يكون عندهم يتعرضوا لصدمة نفسية من صغرهم، هي صدمة ممكن تكبر معهم وتأثر على حياتهم وتواصلهم يعني بالمحيط، شو أهمية الدعم النفسي والاجتماعي اليوم من الأهل للأطفال؟ أهمية كتير كبيرة، ونحن بنعرف أنه على المستوى النفسي الدقيق والعميق
ان كان الصدمه اللي بتعرضها الطفل، الخبرات السلبيه او السلبيه او ذات الاثر السلبي والسيء على الطفل ممكن تعيش لسنوات طويله كثير اذا ما تعالجت صح. والخمس سنوات الاولى من حياه الانسان هي المخزون اللي فيه كل الاحداث اللي ممكن تستمر لبعدين. الطفل اللي تعرض لصدمه معينه صار عنده خجل، صار عنده قلق اجتماعي، صار عنده شخصيه تجنبيه، شوفي السلسله، احنا كنا بعرض سلوكي، صرنا بمشكله، صرنا باضطراب، صرنا باضطراب نفسي كثير عميق. فكثير مهم هون نحن كاهل نكون اول شيء واعيين للاشارات اللي بيعطيها طفلنا قدام الاهل، يعني قدام الاسره او بالمدرسه. كثير مهم اني انا اتواصل مع الناس اللي عم يتابعوا تربيه ابني، المدرسه، المرشد النفسي، الكوتش بالنادي، انا اشوف انا دائما اني لاحق ابني. كثير مهم اني انا اعرف لما ابني عم يعطي سلوك، هذا السلوك له سبب، انا ما لازم اتجاهل وامل حالي ما انا شايف، لانه كثير من الاهالي بينكروا انه هنهم عم يلاحظوا او بيعطوا مبررات هنهم نفسهم من جوا ما عم يقتنعوا فيها. فالدعم النفسي والاجتماعي بيكون اول شيء للاهل لحتى نقدر ننقله بطريقه صحيحه للطفل. الطفل لما انا بعطيه ثقه بنفسه، بعطيه ايمان بقدراته، لما انا بقبله، القبول او التقبل للطفل هو اول مفتاح حتى يكون انسان شخصيه مستقله وناجحه. بمعنى لما الطفل بيعرف حاله انه هو عمل سلوك خاطئ، نحن ما كرهناه، نحن ما حبزنا سلوكه. في اهالي كثير بتقول له انا ما عاد احبك لانك عم تساوي هيك، ابدا، انا لاني بحبك بتمنى انك ما تساوي ولو هيك. ولو كان بالمزح ممكن ياثر عليهم، لانه هو المزح ثلاث ارباع نحن حياتنا بتوصل بطريقه غير مباشره، أكيد. الرسائل المبطنه، الرسائل غير مباشره بين المزح والجد تماما. ونحن بشكل عام بثقافتنا العربيه والشعبيه كثير بنوصل الرسائل غير مباشره مبطنه اكثر ما بنواجه. فانا لا، انا نصيحتي لكل اهل خلينا نواجه شوي المشكله، نتواصل مع الاشخاص الصح المختصين اللي يدعمونا ولو بنصيحه. اذا حسيت انه ابني عن جد عنده اي اشاره او انذار غير سليم او ممكن بخوفنا شوي، ما في مشكله انه نسال، بالعكس السؤال والعلم هو الطريق الاول لحتى انا اكسب ابني. اكيد. طيب استاذ احمد، يعني اليوم عم نحكي هيك عن يمكن مفاصل هي كثير مهمه وبتمر معنا كل واحد فيها، يمكن نعمل عنه حلقه كامله، واللي هي العبارات، طريقة أنا كيف أتعامل مع أطفالي والعبارات، قد إيه مهم اللغة نفسها اللي هي أول شيء بالتواصل بيكون بين الأهل، إنه أنا كيف أعبر، علمه كيف يعبر عن نفسه. أحياناً بنحب أمور الدلع اللي عنده فبنتركه على راحته، إنه حابين نسمع هذا الكلام منه وهي التعبيرات، بعد فترة بنصير بنلاقي إنه هو عنده مشكلة بالنطق ببعض الأحرف. وأحياناً بننبسط إذا الطفل تعلم مسبة للأسف، صار يسف فيها وبالنادي، نادي قل له لعمه انت كذا، عمل انت قد ايه. التصرفات هي على بساطتها بس هي يمكن تعمل شرخ بالتربيه، هي اكثر شيء عم يوصل للطفل، يعني اسهل وسيله انه توصل للطفل هي تلاقي التعزيز من الاهل. المدح او التعزيز من الاهل هو طبعا الطفل لحتى يكون سلوكه وسمات شخصيته دائما بده اوكي من الاهل، بده سقف من الاهل، بده يحس حاله انه هو عمل اثر طيب كثير عندهم. هلا شوفوا، بتبلش هاي المرحله اذا بدنا نحكي نحن علم وبشكل صحيح، هاي بتبلش ما قبل الولاده. يعني الطفل انه الجنين يالف للاصوات اللي حوله، يالف لصوت الاب، يالف لصوت الام، يالف لصوت الاخوه اذا كانوا موجودين. لما بيكون في هذا الطفل بلش يالف للمحيط، بلش هو يحب هذا المحيط، نحن نعزز له مثلا خلق الطفل وصار مثلا طلع مناخات كثير بسيطه ونحن سقفنا له، هذا الموضوع قديش بيعطيه تعزيز، بيصير هو دائما يصر انه يضل يعيدها ويكررها. فكثير مهم انا اذا بدي اكون لغه سليمه عند طفلي تكون انا تواصلي اللغوي مع هذا الطفل سليم، تعزيزي لانتاجاته صحيح، اني انا انتبه انه نص المزح جد، اني انا مو كل اي شيء بدي ممكن يكون سلبي يصدر من الطفل اني اعززه، لانه انا تعزيزي بالدرجه الاولى هو المسؤول عن كل سلوكيات الطفل. صحيح. وانا بحب اقول شغلي بس انه سلوكيات اطفالنا مرآه لنا بكل تفاصيلنا. طيب بالنهايه استاذ، يعني تعطينا شويه نصائح لكيف نتعامل مع الطفل يلي عنده اضطراب بمهاره التواصل، حضرتك كاخصائي نفسي. اهم النصائح، اول شغله هي نحن ننتبه كاهل لسلوك تواصلنا او لتواصلنا مع الطفل، نعطيه مساحه شخصيه امنه لهذا الطفل انه يلعب، انه يعبر، انه ينبسط، انه برجع بحكي انا على موضوع انه انتبه لكل عمر شو المطالب تبعه، ما حمله فوق قدراته، الثقه بنفسه بتخليه فعال ضمن الصف، احترام الاخر، تقبل ذاته، تقبل الاخرين، هاي كلها مفاتيح اساسيه وتطول وتطول اذا بدنا نفوت فيها كتفاصيل. صحيح. بس بالدرجه الاولى اني انا اتواصل مع ابني صح،
رح علمه كيف يتواصل مع الآخرين بشكل سليم ويكون عن جد إنسان متكيف نفسيا واجتماعيا مع مجتمعه، وهذا هو الهدف الأساسي للتربية. أكيد أستاذ أحمد نشكرك لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها اليوم. شكرا كثير لك أستاذ أحمد. يعطيك العافية. أهلا وسهلا.